معانا عم صادق من اليمن، حالة جميلة والحمد لله بفضل الله الاستجابة كانت حلوة. كان جاي لنا بتيبس شديد جدا جدا، كانت جلطة مخ أدت لشلل نصفي وتيبس شديد جدا في ايديه اليمين ورجله اليمين. الحمد لله الحركة أفضل وتحسنت كتير. طبعا احنا خلصنا 4 أسابيع بس علاج مكثف وحقنا عيوني لعضلات المتيبسة، كانش في حركة في ايده خالص. وصلنا هنوريك اهو دلوقتي، حرك ايدك زي ما وريتني، يلا حرك. طبعا احنا ما كانش فيه حركه خالص، افردها افردها، افرد افرد للاخر للاخر يا عم صبري. نفتح ونقفل صوابعنا زي ما وريتني، برافو. سيب صوابعك تاني، نزل ايدك، شوف المشيه الحلوه اللي وريتهاني، يلا المشيه الحلوه ماشية جميلة. ده بعد العلاج المكثف 6 ساعات يوميا. تعال عليا هنا، بعد العلاج المكثف 6 ساعات يوميا مع الحقن الايوني للعضلات المتيبسة وصلنا ما شاء الله للنتيجة دي. جري بقى زي ما كنا بنجري، وريني الجري ما شاء الله. كان عنده الله اكبر الله اكبر، دي كانت جلطة مخ يا جماعة ادت لشلل نصفي. انتوا نورتوا مصر، مبسوطين بالعلاج عندنا في مصر؟ يا دكتورة بارك الله فيك، ربنا يكرمك. الحمد لله على كل حال. كيف الدكتوره غاليه؟ ربنا يكرمك يا دكتوره غاليه، الله يعطيك العافيه. ربنا يكرمك، انا اللي بشكركم ونورتونا ونورتونا.